أشهد أن محمد رسول الله. يمي دمعاتك خبئها فرحيني بضحكاتك يا يما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر الميامين. وبعد، الشام فقدت خلال الأعوام الماضية في جهادها ضد الطاغية زهرات شبابها وخيرة قاداتها، وخلف المجرمون وراءهم من المآسي ما لا يستطيع البيان نقله وما يعجز القلم عن تصويره وتقريبه للأذهان. والنفس البشرية السوية لا تكاد تصدق ما يتحمل المسلمون فوق أرض الشام، ولكنه الصبر الذي يلقيه الله في القلوب على قدر البلاء الذي ينصب عليها. أخي المجاهد، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر. هذه عقيدة، وبهذه العقيدة يواجه المؤمن الخطوب ويحبس النفس على ما تكره استجابة لأمر الله، ويحبس النفس على ما تكره استجابة لأمر الله. الصبر هو الذي يحكم التصرفات، والصبر هو الذي يوجه السلوك، والصبر هو الذي يضبط كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات، بل حتى الخلجات. وهذه كلها معان من معاني الصبر. الصبر على أشياء كثيرة، الصبر على وساوس الشيطان في ساعات الضيق وخذلان الصديق ومحاصرة العدو، الصبر على النفس ومشاعرها في ساعات القدرة والغلبة فلا محيد عن الشرع وأحكامه، الصبر عقب المعارك، الصبر عقب المعارك وما ينتج عنها من نساء سكالا وأطفال يتامى وأبنية تتهاوى ومقدرات ومزروعات وخيرات وثروات ترى العدو بإتلافها يتباهى. هنا يجب على المجاهدين ومن ساندهم ومن آواهم ومن نصرهم التحلي بالصبر. هذه العقيدة التي تضمد الجراح وتضع الحصن لكي لا يتوانى أحد عن الزحف، ولكي لا يجبن أحد عن انتزاع الحق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الصبر على الحصار، الصبر على الجوع والعطش والتعب والبرد. أيها المجاهدون، هذا الدين لم يصل إلينا بالورود والأزهار والريحان، إنما وصل إلينا بالتضحية والفداء. فيجب علينا أن نضحي كما ضحى من قبلنا، وأن نصبر كما صبر سلفنا. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.